تعالى أيها الإخوة، أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه، وأن يرحم فقيدنا، نسأل الله لأهله الذين غادرهم من شهور وهم بعيدون عنه في غربته وحيدا هنا، ولكننا كلنا إخوة كما وصفنا القرآن، إنما المؤمنون إخوة، كل المسلمين ينبغي أن يكونوا إخوة فيما بينهم. هو ليس له أسرة، ولكن هنا له إن شاء الله أخوة أيضا في الله، نسأل الله تعالى له الرحمة ولهم الصبر والسلوان. نسأل الله تعالى أن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، وأن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه. اللهم يا أنيس كل وحيد، ويا حاضرا ليس يغيب، ارحم وحدتنا ووحدته، ولقنه حجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، واجعل ما خرج إليه خير مما خرج منه يا أكرم الأكرمين. اللهم انقله من ضيق القبور إلى سعة القصور، إلى جناتك جنات الخلود، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وثبتنا عليها واحشرنا عليها يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعظم الله أجركم وغفر لفقيدكم، وتفضلوا لتقبل العزاء.